الآن نتحول مع حضراتكم إلى فعاليات معرض منتجي المستلزمات الطبية مع الزميلة دينا حويدق، وعلى ما يبدو فمعها وزير التجارة والصناعة السيد طارق قبيل. نذهب إليها مباشرة في القاهرة. اهلا ابو زيد، بالفعل انطلقت فعاليات مؤتمر المنتجات والمستلزمات الطبيه، ويعني انضم الي الان المهندس طارق قبيل وزير التجاره والصناعه ليطلعنا على اهميه هذا المؤتمر. يعني برحب بيك بحضرتك يا فندم على شاشه اون لايف، وعايزين نعرف من حضرتك الهدف الاساسي وراء اقامه هذا المعرض في دورته الاولى. بصي، طبعا صناعه المستلزمات الطبيه من الصناعات المهمه جدا. احنا كنا بنستورد قبل كده يمكن اكتر من مليار ونص دولار، بنصدر في حدود 250. مع السنة اللي فاتت عملنا برئاسة اللواء بهاء، عملنا لجنة المشتريات، قدرنا ننزل 400 مليون دولار. النهاردة يمكن بنستورد في حدود 800 مليون دولار، ولسه بنصدر 250 مليون دولار. احنا عندنا صناعات اكتر من رائعة، يمكن ياريت الكاميرا تبين الصناعات اللي موجودة هنا. احنا بنتكلم بنسبة من 60 إلى 70% من الصناعات. الصناعة المصرية بتغطي اكتر من حوالي 30% من السوق المحلي، فدي صناعة واعدة جدا نقدر نرشد بها الواردات ونقدر نزود صادراتنا عن اللي هي فيها. احنا عندنا اكتر من 230 شركة مسجلة بتصنع في هذا المجال، بيشتغل فيهم أكثر من 22 ألف مهندس وعامل، باستثمارات حوالي 4 مليار. فواحدة من الصناعات المهمة، وكل ما احنا بننمو سكانيا كل ما بنحتاج لرعاية طبية أكثر، بنحتاج لمستشفيات أكثر، بنحتاج إلى أجهزة طبية أكثر، ومن هنا يجي أهمية هذا المعرض. طيب يا فندم، الشركات المشاركة النهاردة هم 45 شركة، يعني بناء على إيه تم اختيار هذه الشركات لمشاركة في هذه المعرض؟ لا يعني طبعا ما بشاركش في مين الشركات، هي الشركات اللي بتشارك في المعرض، لكن هو فكرة المعرض ان يكون في شركات ممثلة من أجهزة مختلفة، يعني ما يبقوش كلهم نفس نوع التصنيع. الهدف كمان ان احنا بندعي شركات من بره حتى من اللي بنستورد منها، لانه الهدف في الاخر حتى لو انا بستورد من شركة انا عايز اقلب هذا الاستيراد الى استثمار في السوق المحلي، سواء استثمار مباشر او بالتلحم على امكانيات هذه الشركات ممكن يلاقوا شركاء مصريين فيها. طب حضرتك برضه تكلمت خلال المؤتمر عن اهميه يعني العمل مع وزاره الانتاج الحربي واتحاد الصناعه ليه يعني خروج بمنتج مصري نفتخر به كلنا. بصي، طبعا كل المنتجات المصرية اللي هنا انا بفتخر بيها، واحنا كلنا المفروض نفتخر بيها، واحنا كلنا المفروض نساند هذا القطاع كدولة وكهيئات، ان احنا نقدر لازم نثق في المنتج المصري، بناخد فيه بناخد منه هذه المنتجات. في نفس الوقت وزاره الانتاج الحربي عندها امكانيات كبيره جدا تقدر تساعد في تصنيع حاجات كثيره، وانا اطلعت مع سياده اللواء العصار وزير الانتاج الحربي على التجارب لانتاج بعض الشرايح، انتاج سراير الاسنان وخلافه، فده جزء من تطوير الصناعة. يعني وزارة الانتاج الحربي بتصنع دبابات، فعندها القدرة ان هي تصنع اجهزة طبية. اشكر حضرتك يا فندم على كل هذه المعلومات، شكرا جزيلا. اشكرك، شكرا. ابو زيد، ده كان لقائنا مع المهندس طارق قبيل وزير التجارة والصناعة في فعاليات معرض للمستلزمات الطبية. عودة اليك. شكرا جزيلا للزميلة دينا حويدق من معرض منتجي المستلزمات والمعدات الطبية من القاهرة، وكان معها وزير التجارة والصناعة المصري السيد طارق قبيل متحدثا عن آفاق الاستثمار في هذا المجال. شكرا جزيلا لك.